45 كنت بريزيدون في واحد الفريق ديال لا سيفا اللي تسمى هو اس كورباي، كنت بريزيدون ميم طون انترينور، ولكن الحمد لله انا عندي لا بريفورم، عندي هادشي ديال لا فورماسيون شي حاجه اللي كنعطيها الاهميه اكثر من البروفيسيونيل، لان هنا دوزنا واحد الوقت حنا كل ما كانوا الناس الله يرحمه السير خلفي والناس اللي عاونونا هادو شافونا والحمد لله وغراس او داير باش درنا لا كارير. وكنتمنى والله هاد العمل تو بقى عندي في الدم ديالي، انا جيم بيان سكي لا بري فورماسيون لا فورماسيون، كنخدم فيها كندعم فيها وكنقول فوالا وتنامن بها، لان الحمد لله عندي واحد الاكسبيريونس مع الدراري. داكشي علاش لا في اكادير لا في مراكش لا هنا في الدار البيضاء ديما كنحاول على طريف المغرب، حتى اللي عيط ليا في اي مدينه نمشي مرحبا، انا ماشي ديال الدار البيضاء، انا اي مغربي بغى يدير شي كول بغى يتعاون معاه نمشي نتعاون معاه، لان انا في نطاق ديال هو كتعرف هاد العمل شويه جبار، وهاد العمل خصو لي موين خصو لي مويه، كتعرف حنا متبوعين، لان حنا كاين عندنا انا تقريبا 50 وانا في مراكش، ولكن 50 مراكش راه كتعرف 50 ماشي سهوله، لان تخلص واحد الكرا كتخلص ما كاينش واحد ديال المعاونه، هذا هو اللي تيبقى فيك في المغرب اللي صعيب، هو الانسان خاصو يعاونك، ملي كتقول لا فورماسيون لا بريفورمون خاصنا نتعاونوا، ولكن حنا كتبان بحال كتمشي للكرون ستاد ديال مراكش ولا ديال اكادير كتخلص، هذه ما الناس ما كتفهمش هذا الشيء، الناس حابه مدرسه راه غير كاينه هكاك نو، راه كاين لي موايا خصنا لي موايا، وكتعرف لي موايا ما كاينينش وصعيب، وحنا كنتمحنوا، ولكن تنامنوا بالله تنقولوا هذا المغرب هذا خاصو يفيق شويه في هذا الشيء هذا، ماشي عارف الدولة عندك الانسان اللي تقريبا دير واحد المدرسه هذه من 2012 هو خدام وتيخلص 3000 ولا 600 درهم في واحد لا سيونس، وصراحه نقول لك صراحه ما نتخباش 3000 سيونس ملي كتجي لاخر الشهر كانت 3 د المليون كتعطى للشهر، واش معقول انا ككريمون نعطيهم 3 د المليون الشهر لهاد الناس اللي كتسمى الشركه اللي معروفه اللي كتكلب تيرانات؟ ماشي معقول، حنا تنقولوا ديرنا واحد الثمن مناسب وخلونا نخدموا مع الوليدات، لان حنا 2012 جينا لقينا عاتلا واحد في مراكش ولا في اكادير كاع ما كانوا الملاعب، ولكن راه استفدوا بالسي كريمو وخدم معاكم، ولكن كنقول بعض الاحيان هاد المدارس خاصها حتى هي لي مويان ديالها، وتنقلبوا على لي مويان صراحه، حنا عندنا اون كونفونسيون مع لا فيديراسيون مع الناس الاخرين اللي كيعاونونا، ولكن فرونشمون ملي كنشوف الناس ديال اللي عندهم شركه ديال الملاعب الكره وكتخلص تيقول لك الانسان وكونتر خصهم ما يعاونونا، حنا دابا حنا كنعطيهم فلوس، وحنا الان مراكش راك شي مراكش كاع ما بديناش كاع وما بديناش، لان مشاكل مع الناس ديال الملاعب، لان خص تخلص وتخلص، ولكن هادشي كثير، وداك الشيء علاش حنا دابا الان حنا في الدار البيضاء، وكنتمنى والله بان كاين يد المعاونه، حنا كنديروا الخدمه ديالنا، هادشي اللي تنديروا للدراري، حنا تنخدموا للبلاد ما تنخدموش لينا حنا، لان سميتنا انا ما عنديش مشكل، سميتي الحاسه لعبت الكره ساليت، ولكن الانسان تيدير المستقبل، المستقبل هما هاد الوليدات.